وعبر الهاتف بينضم لينا كابتن احمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش. يا صباح الفل على حضرتك يا كابتن، وفي البدايه عايزه ابارك لك لفوز طلائع الجيش وتاهله للربع النهائي في بطوله كاس مصر. صباح الفل يا شيماء، صباح الفل على كل المشاهدين اون سبورت، وبشكرك جدا جدا وصباح الخير عليك. صباح الفل على حضرتك، واكيد طبعا سعداء بوجودك معانا. وخليني اسالك عن مباراه امبارح، اكيد كانت مباراه صعبه جدا في بدايتها، ولكن بعد اللجوء لركلات الترجيح قدر فريق طلائع الجيش ان هو يحسم التاهل لصالحه بنتيجه 5-3 ويوصل للمباراه القادمه ان شاء الله اللي هتكون قصاد فريق الاسماعيلي يوم السبت القادم. خليني اسالك عن طموحات فريق طلائع الجيش في البطوله دي، بطوله كاس مصر، هل في طموحات للفوز بلقب هذه البطوله؟ كلمني عن الاستعدادات وكمان عن الاماني اكيد اللي موجوده عند فريق طلائع الجيش. انا حابب الاول اشكر كل المنظومه في طلائع الجيش، الاول اللي هو محمد عزازي، اللي هو ايمن، اللي هو علاء، اللعيبه كمان حابب اشكرهم شكر كبير جدا جدا. لعيبه طلائع الجيش عاملين مجهود كبير جدا جدا في سنه شاقه جدا جدا، من وقت ما اشتغلنا معاهم كابتن بسوني مع اللعيبه عاملين مجهود كبير. يعني مثلا من نهايه السنه فاتت كان في صعوبه ان احنا نقعد في الدوري، قعدنا في الدوري بشكل كويس، يعني هنا في الدوري وكنا موجودين نهائي السنه دي نهائي الرابطه، كمان مكملين في الدوري مركز عاشر السنه دي، حتى لو هو طموحنا كان اعلى من كده بكتير، لكن في بعض المعوقات ممكن تحصل لك في الملعب او بعض اللعيبه او لكن في النهايه انت مكمله ونهيت بشكل الموسم بشكل كويس، ان انت تكسبي نادي الزمالك مرتين في دوري وكاس، فاعتقد ده ختام مهم جدا جدا للجهاز وللنادي. يعني صحيح. طيب لو هنتكلم عن المباراه القادمه، مباراه الاسماعيلي ان شاء الله اللي هتكون يوم السبت القادم في ربع نهائي بطوله كاس مصر، قولي الاستعدادات ليها هتكون عامله ازاي، خصوصا طبعا احنا كلنا عارفين قد ايه اللعيبه عندها اجهاد كبير جدا بسبب تلاحم المواسم، يمكن ما قدروش ان هم يحصلوا على اجازه خالص حتى الان بعد انتهاء بطوله الدوري او الموسم المنقضي. لا دي مشكله كبيره جدا جدا يا شيماء اللي حضرتك بتتكلمي فيها، حته الاجهاد. انت موسم طويل جدا جدا، عدد الماتشات كتير جدا، الموسم ما بيخلصش يا كابتن، كتير صعب جدا جدا بصراحه، التوقيتات كمان قريبه جدا وساعات التوقيتات بتبعد، يعني الجدول نفسه لو منظم هنبقى احنا مرتاحين كمدربين او كلاعيبه، لكن الجدول مش 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 منتظم، يعني ايا كان بقى الظروف الاسباب يعني، لكن الموضوع صعب جدا، لازم اللعيبه دي تريح، لازم عندنا لعيبه تبقى كمان الماتش اللي جاي يوم السبت على طول، ف مفيش وقت، اللعيبه طالعه كمان، احنا عاملين اكسترا تايم امبارح، يعني وقت اضافه امبارح، اجهاد زياده على اللعيبه جدا جدا جدا، واللعيبه دي اللي هتلعب تاني يوم، فالموضوع صعب جدا جدا يعني على اللعيبه، لكن احنا بناخد كل ماتش بماتش وكل ماتش يعني كل مباراه على حده، بنشتغل بشكل جد جدا في ان كان بقى حاجات استشفاء او تامين او شغل ايا كان الشغل احنا بنختاره للمباراه اللي احنا بنلعبها، لكن في النهايه انت بتبص للمباراه اللي جايه فقط لا غير، احنا هدفنا وطموحنا ان انا اكسب الماتش اللي جاي وبعد كده نفكر الماتش اللي بعده بس، لكن اهم حاجه الماتش اللي جاي على طول ان احنا نكسب المباراه او ناخد الموضوع بجديه زي ما احنا متعودين مع اللعيبه يعني. صحيح. طيب خليني اسالك اخيرا، هل الاداره بدات ان هي تتكلم مع كابتن عبد الحميد بسيوني وجهازه المعاون في الاستمرار للموسم المقبل في قياده فريق طلائع الجيش فنيا؟ لا، هو كابتن عبد الحميد يعتبر من 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 ابناء طلائع الجيش، يعني راجل تحت امر نادي طلائع الجيش في اي وقت وهو متواجد، والناس معاه بيحبوه جدا جدا. صحيح. والناس مش مقصرين مع كابتن عبد الحميد، وهو كمان بيحب النادي جدا 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 يعني، فاعتقد ان دي مش هيبقى فيها مشكله بين النادي وبين كابتن عبد الحميد يعني طبعا يعني. كابتن احمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش، مره ثانيه ببارك لحضرتك على النتيجه الايجابيه امبارح والفوز بركلات الترجيح على فريق نادي الزمالك والوصول للربع النهائي في بطوله كاس مصر. صباح الفل عليك، وبتمنى لك اكيد يوم سعيد.